مجرد رقم. هذا ما أكده عصام الحضري، أكبر اللاعبين في تاريخ كأس أمم إفريقيا. ابن دمياط لم يعر 44 عاماً اهتماماً، بل تحدها وهو يصد ركلة ترجيح عبرت بالفراعنة إلى النهائي وأعادت قلوب الملايين لنبضها الطبيعي. وعصام الحضري بيترا تراوري يا يا هيا 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 بص شوف مصر، الله عليك يا مصر، الله عليك يا مصر، وانت منورة بالنصر. مشاركة الحضري في نهائيات الجابون شكلت تحدياً بل مصدر شكوك، خاصة مع إصابة الحارسين شريف كرامي وأحمد الشناوي. سحابة التخوف سرعان ما تبددت حين واصل الحضري صموده محافظاً على نظافة شباكه لست مباريات متتالية بعد لقاءين في كان 2010 وأربع مباريات في النسخة الحالية، ليستحق الحارس الأسطوري الإحترام والتقدير ويتحول إلى مصدر فخر وإشادة. إذا كنت تبحث عن الأمل ابحث عن عصام الحضري. السد العالي، حارس قلوب الملايين، والذهب الذي لا يستحق، ألقاب استحقها رجل مباراة بوركينا فاسو، وارتفع معها سقف التطلعات نحو بلوغ قمة منصة تتويج ملعب الصداقة بالعاصمة الغابونية ليبروفيلا. هناك ينتظر العميد التاريخي للمسابقة القارية معانقة مدربه أحمد ناجي حين يعانق لقبه الخامس مع الفراعنة. حينها سيكون قد أوفى بوعده للمصريين ومعهم العرب المتعطشين للقب إفريقي ثامن.